وخلونا بقى نشوف مع بعض الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي كان أبرزها إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل قصر الإليزي، وماكرون أقام له مأدبة غداء، وكمان السيد الرئيس السيسي التقى نظيره التونسي في باريس لبحث جهود إصلاح النظام المالي العالمي. صحيح، وأيضا سيد الرئيس التقى أيضا رئيس المجلس الأوروبي وبحثوا تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتطورات ملف السودان. أما رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فقد استعرض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد رمسيس. هناك أيضا أخبار تانية كتير هنستعرضها في خلال هذا التقرير. مجموعة من الأخبار والموضوعات حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل قصر الإليزي، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي حرص على إقامة مأدبة غداء للرئيس السيسي، وأقام ماكرون مأدبة الغداء للرئيس السيسي منفرداً. ومن الجدير بالذكر أن ماكرون أقام مأدبة عشاء الليلة لجميع القادة المشاركين بالقمة الدولية، وحضرها الرئيس السيسي أيضاً. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وده على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، مؤكداً دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن اللي بتمر بيه، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وده على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. الرئيس رحب باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي، معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين، آخذاً في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي وأهمية التنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية. امبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن رؤيتنا للنمو ترتكز على فرص العمل وسبل عيش كريم، مؤكداً إن برنامج نوفي للغذاء والطاقة لقى زخم دولي كبير، مضيفاً أن التمويل هو العامل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الرئيس خلال كلمته بمؤتمر القمة المالية من أجل ميثاق عالمي جديد إن النظام المالي العالمي شهد تطورات كبيرة، مضيفاً إن أزمة كورونا وأوكرانيا أثرت سلباً على عدة مسارات، وأكد أنه يجب اتخاذ قرارات سريعة تحول دون أزمة ديون كبرى، كما يجب تطوير سياسات بنوك التنمية لتعظيم قدرتها، مضيفاً لدينا برنامج لتحول الطاقة الجديدة حتى 2030، وكذلك برنامج لتحويل بحيرات البحر المتوسط لصديقة للبيئة، موضحاً أن مصر تعالج 13 مليون متر مياه صرف صحي لإعادة استخدامها. امبارح أيضاً عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس. أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس في إعادة الرونق والمظهر الحضاري لهذا المكان العريق والمساهمة في حل المشكلات المرورية اللي بيعاني منها، لافتاً في هذا الصدد إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الشاملة لإعادة تخطيط وتطوير عدد من المناطق على مستوى الجمهورية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لوحدة الهند بمجلس الوزراء. في مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء الهندي هيقوم بزيارة مهمة لمصر خلال الفترة المقبلة، ومصر حريصة على أن تحقق هذه الزيارة أهدافها المرجوة في تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والهند، بحيث تكون الزيارة نقطة انطلاق قوية لتوطيد أطر التعاون بين البلدين، لافتاً إلى أنه تم منذ فترة تشكيل وحدة خاصة بالهند بمجلس الوزراء بهدف تفعيل مجالات التعاون بين البلدين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية نصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، واللي بتضم الدورات 46 من كلية الحرب العليا
والدورة 52 من كلية الدفاع الوطني والدورة 24 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، كذلك تخرج الدورات 72 أركان حرب عام والدورتين 44-45 أركان حرب تخصصية، واللي بتضم عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعدد من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. وبخصوص جولتنا في المحافظات، فهناك فتح 81 منفذ بيع للحوم بأسعار منخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وده في محافظة الفيوم. وفي أيضا تجهيز وفرش 12 شقة في مساكن بني عبيد لصالح خريجي دور الرعاية بمحافظة الدقهلية. كمان في توقيع الكشف الطبي على 1847 حالة خلال قافلة علاجية بمحافظة المنيا، وانتهاء أعمال إعادة رصف الشارع دمنهور بالإسماعيلية. أخبار تانية كتير في عدة محافظات أخرى هنستعرضها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والموضوعات، أبرزها أن مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أعلنت عن خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال عيد الأضحى. وأكدت المديرية توفير 81 منفذ ثابت ومتحرك لبيع اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بواقع 34 منفذ ثابت و47 منفذ متحرك. مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية أعلنت عن أعمال فرش وتجهيز وحدات سكنية لفاقدي الرعاية من أبناء دور الأيتام، وده في إطار مشروع قائم بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي. وتم فرش وتسليم 12 شقة سكنية لفاقدي الرعاية الأهلية بمحافظة الدقهلية. مديرية الصحة في محافظة المنيا أكدت أن المديرية نفذت قافلة طبية بقرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة، وتم الكشف على 1847 حالة وصرف العلاج ليهم بالمجان من خلال 9 عيادات متنقلة في 7 تخصصات، هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان، مع إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة لعقد ندوات للتثقيف الصحي ل 181 متردد لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين. مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية نفذت أعمال إعادة رصف شارع دمنهور بداية من شارع الغابة في اتجاه شارع العشريني بمنطقة حي السلام بنطاق حي ثاني الإسماعيلية، وده في إطار أعمال إعادة الشيء لأصله. وتمت أعمال الرصف بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء الخاصة بلوحة التلاتيني. جامعة الإسكندرية أعلنت أن طلاب جامعة الإسكندرية ساهموا في محو أمية 1646 مواطن بدورة إبريل 2023 في 9 محافظات ضمن حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع، وده في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجامعة وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2023 من ضمنها التصدي لأخطار الأمية. محافظة جنوب سيناء شهدت وضع اللمسات النهائية وتنفيذ الإجراءات الأخيرة لمبنى الرصد الأمني، وده استعداداً لافتتاحه. المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، خاصة تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وأيضاً تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ النفق وطريق شرم الشيخ طابة من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة. محافظة أسيوط أعلنت عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى 31 يوليو 2023، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وحيث تنقسم تلك المشروعات لست فئات، هي المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
محافظة سوهاج شهدت تسليم 1500 كوبون مواد غذائية بقيمة 100 جنيه للكوبون الواحد بإجمالي 150 ألف جنيه لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.